ده هذا الفشل في عدم تطوير العقيدة العسكرية سيد عزام، هل هو جزء أصيل من الخلاف بين جالانت ونتنياهو أم أن هناك بنود خلاف أخرى؟ الخلاف بين جالانت ونتنياهو هو خلاف سياسي بالدرجة الأولى، وليس خلاف عسكري. كلاهما يريد هذه الحرب، يريد أن يمد هذه الحرب. الخلاف بين جالانت ونتنياهو يعود إلى أن جالانت يعني هو يعتبر نفسه من العلمانيين، من التيار اليساري، في حين أنه يبغض هذه الحكومة التي شكلها نتنياهو، وتحديدا سموتريتش وبنغفير. سموتريتش وبنغفير ينظر إليهما على أنهما فاقدان للأهلية الأمنية والعسكرية، يعني هؤلاء الشخصين لم يتجندا في الجيش، لم يخوضا حربا واحدة، لم يعملا ضمن جهاز أمني، وهذا في إسرائيل يعني مدعاة للاحتقار والإزدراء. المجتمع الإسرائيلي بوصفه مجتمع عسكري يقدس القيم الحربية والقتالية، ينظر دائما بعين الإجلال لمن خدموا في الجيش وخدموا في الأجهزة الأمنية. وكون إيتمار بنغفير وبتسلئيل سموتريتش لم يخدما في الجيش وفي الأجهزة الأمنية، ينظر إليهما على أنهما يعني فاقدان للأهلية الأمنية والعسكرية، وفي نفس الوقت يشاركان في إدارة حرب. هذه إحدى نقط الخلاف. نقطة الخلاف الأخرى هي اعتراض جالانت على التعديلات القضائية. لنفهم أكثر ما هي التعديلات القضائية. دولة الاحتلال دولة ليس لها دستور، بمعنى لا يوجد شيء اسمه الدستور الإسرائيلي، لأن الدستور من أهم أركانه أن يعين الحدود، وإسرائيل تطمح بالتوسع بإقامة إسرائيل الكبرى. فإذا الآن قامت بصياغة دستور، هذا يعني أن عليها أن تحدد حدودها، وبالتالي إسرائيل الآن تعتمد على شيء تسمى القوانين الأساسية، بمعنى أن هناك مجموعة من القوانين الأساسية سنتها محكمة العدل العليا، تعمل الكنيست في إطارها، الكنيست تطلق القوانين، والمحكمة العدل العليا المكونة من 15 قاضي وهي أعلى هيئة تشريعية في إسرائيل تنظر إلى هذه القرارات، هل هي تطابق ما الأعراف والقواعد والقوانين الأساسية أم هي بعيدة عنها. الآن نتنياهو كان يريد أن يقوم بشيء اسمه التعديلات القضائية، هذه التعديلات أن يسحب هذه الصلاحية من محكمة العدل العليا ويحول اختصاصها إلى اختصاص قانوني بحت، بعيد عن انتقاد أو رفض أو الموافقة على القرارات السياسية. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني تأليه الحكومة، بمعنى أي قرار يصدر الكنيست بأغلبية يصبح هذا القرار قانون نافذ ولا أحد يستطيع الاعتراض عليه. طبعا القوى اليسارية ومنها جالانت يرون بأن هذا شرعنا لتأبيد حكم اليمين، شرعنا لإدخال الفاسدين إلى الكنيست، شرعنا لإنهاء الديمقراطية في إسرائيل، لترسيخ دور الأحزاب الدينية التي يعتمد عليها نتنياهو في حكمه. وبالتالي كانت هذه المظاهرات الضخمة التي رأيناها قبل 7 أكتوبر، وجالانت معادي لفكرة إنهاء دور محكمة العدل العليا.